وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السيد أحمد الأنصاري، عضو مجلس النواب، رئيس لجنة الخدمات بالمجلس. سعادة النائب، بعد التحية، لو تطلعنا على عمل لجنة الخدمات خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أحب أن أشكركم على هذا اللقاء، والذي سنحاول من خلاله إلقاء الضوء على أهم أعمال وأداء لجنة الخدمات. كما ذكرتم، فإن اختصاصات اللجنة أن اللجنة هي إحدى اللجان الدائمة النوعية مجلس النواب، تشكل من 7 أعضاء وتختص بأمور التعليم بجميع أنواعه ومراحله، والتدريب المهني ومحور الأمية والموضوعات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية والرياضية. فلجنة الخدمات من أهم اللجان، حيث أنها كما نقول المطبخ الذي تعد فيه كل المواضيع والمقترحات المقدمة من النواب، وسوف نرى ذلك تليا من خلال الأرقام التالية. فإذا تكلمنا عن الموضوعات المحالة إلى اللجنة، كما ذكرتم قبل قليل، هناك 4 مراسيم بقانون و24 مشروع بقانون و3 قرارات مجلس الشورى و57 اقتراح بقانون و115 اقتراح برغبة، وكذلك 6 طلبات أخرى بمجموع 209 مواضيع. أما عن مؤشرات أداء اللجنة الاجتماعية من تقارير ومراسلات، فإن عقدت اللجنة اجتماعات عادية 31 اجتماع و3 لقاءات بمعدل أو بمجموع 34 اجتماع. كذلك عن التقارير والمراسلات، فإن عدد تقارير المقرر رفعها 85 تقرير، كذلك الآراء المقدمة 6، وعدد المراسلات الصادرة من اللجنة إلى الجهات الأخرى 522 رسالة. أما عن معدل إنجاز لجنة الخدمات، فمن الإحصائية أن تم إنجاز 3 مراسيم بقانون و4 مشاريع بقانون و3 من قرارات مجلس الشورى. أما اقتراح بقانون فعددها 16، واقتراح برغبة 69، والطلبات 6 طلبات بمجموع 101. والموضوعات التي هي قيد الدراسة حاليا تكون كالتالي: مرسوم بقانون بعدد 1، 20 مشروع بقانون، 41 اقتراح بقانون، كذلك اقتراح برغبة 46 بمجموع 108 مواضيع. طبعا هناك مواضيع أخرى واقتراحات أخرى سوف تصل اللجنة خلال هذه الفترة، وسيتم ضمها إلى الأرقام الحالية. أما عن معدل إنجاز اللجنة، فعن الموضوعات قيد الدراسة بلغت 52% بعدد 108 مواضيع، والموضوعات المنجزة بلغت 48% وعددها 101. نعم، سعادة السيد أحمد الأنصاري، عضو مجلس النواب، رئيس لجنة الخدمات بالمجلس، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الأخبار، شكرا جزيلا لك.